الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الودود المعروف بالعفو والجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله كامل الأخلاق والنور، أدبه ربه وزكاه وجعل القرآن خلقه وهداه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، عنوان درسنا خواتي الكريمات إن شاء الله تعالى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى العفو والتسامح. أقول وبالله التوفيق، إن الناظر إلى أحوالنا اليوم وما نعانيه من ضغوط الحياة وما يكابده البعض من ضيق النفوس وسرعة الغضب، نجد الحاجة ماسة إلى تمثل الخلق النبوي القويم والمتمثل أساسا في خلقي العفو والتسامح. فأصبحنا نسمع عن تفاقم بعض الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، والتي قد تتطور لتكون خصاماً وتباعداً وتنافراً بين الأفراد، فيكون المخرج الوحيد بالتمسك بالأخلاق النبوية الرفيعة التي استحقت من الله عز وجل وصفاً فريداً فاق كل تصور. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالعفو في معناه التجاوز عن الذنب والعقاب، وترك المؤاخذة مع المسامحة، والصفح ترك التأنيب وهو أعلى من العفو، والعفو والتسامح من الخصال النبوية والخلال الحميدة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل التسامح عند التعامل مع الخلق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. أخرجه الترمذي. فينبغي للمؤمنة إذن أن تكون حريصة على العفو والتسامح، اقتداء بالنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ورغبة فيما عند الله عز وجل، وإبقاء للألفة والتقارب. قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فمن تركت شيئا لله عوضها الله خيرا منه. والعفو عند المقدرة من شيم المؤمنات الصالحات ومن خلق النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. فحين طرد صلى الله عليه وسلم من مكة ولقي من مكة ما شاء الله من الأذية، وعندما فتح مكة قابل عليه الصلاة والسلام الإساءة بالإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأي تربية وأي تعليم للأمة علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. وعندما شج وجه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، أخذ الدم يسيل من وجهه الشريف ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما تواضع لله أحد إلا رفعه. رواه مسلم. فمن الناس من يظن أنه إذا عفا نقص قدره وانهزمت نفسيته، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. وإلا فالعفو عزة ومنعة ورفعة لصاحبه، والعفو انتصار على الشيطان وعلى النفس. الشيطان أعاذنا الله منه يسعى إلى الشقاق والعداوة بين عباد الله، كما جاء في صحيح مسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، ولكن رضي بالتحريش فيما بينهم. ومن فوائد العفو والتسامح أن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه،
فمن عفا، قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فمن أرادت أن يغفر الله لها فلتتعامل مع الناس بالعفو والتسامح، ولتغض الطرف، ولتقابل الإساءة بالإحسان. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن ثمرات العفو أيضا حصول السعادة والسكينة، فالتي تتسامح مع أخطاء الناس تكون قريرة العين، مرتاحة البال، مطمئنة القلب، قد سكنت نفسها، لأنها تتعامل مع الله ولا تتعامل مع البشر. ختاما أخواتي الكريمات، فلنحرص على الود والوئام بيننا، وليكن خلق التسامح والعفو والصفح حاضرا في حياتنا وفي أسرنا وكل تعاملاتنا، لننال قرب الرحمن والفوز والفلاح في آخرتنا، ولنتجاوز عمن أساء إلينا ابتغاء وجه الله عز وجل ورغبة في الثواب. فلنخرج من ضيق المناقشة إلى فسحة المسامحة، ولنطوي بساط التقاطع، ولنصل حبل المودة والأخوة بيننا، ولنقبل المعذرة، فإن قبول المعذرة من محاسن الشيم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ألف بين قلوبنا، واجعلنا اللهم ممن تقابلنا السيئة بالحسنة. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.